نتابع ملخص اللي حدث امبارح في الحلقات رقم 29 لمسلسلات رمضان. الحلقه قبل الاخيره دايما بيبقى فيها يعني الدراما بتتكون وكل التفاصيل والخيوط الدراميه لكل مسلسل بتكون. كل هذه الحلقات كان فيها احداث كتيره وتفاصيل مهمه هنعرفها في التقرير اللي جاي. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات 29 من مسلسلات دراما رمضان. كالعادة تعالوا نبدأ بالحلقة 29 من مسلسل الاختيار اللي رصدت اجتماع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع القوى السياسية والدينية اللي اتفق فيه مع كل القوى على وضع خارطة الطريق للسير عليها في الفترة القادمة وعزل محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة تسيير البلاد. أنا بشكركم جدا إنكم موجودين معانا. مش محاول اقول لكم اننا لازم ناخد قرار مصيري، قرار البلد محتاجاه. انا بعتذر ليكم جميعا اننا بلغناكم بالاجتماع بشكل مفاجئ، لكن اكيد حضراتكم مدركين لكل اللي بيحصل. علشان كده احنا مجتمعين معاكم بصفاتكم ممثلين لكل القوى الوطنية في مصر دون إقصاء لأي أحد. احنا كمان حاولنا نتصل بالدكتور سعد الكتتني، حاولنا إقناعه بالحضور كممثل لحزب الحرية والعدالة، مع إن بعضكم كان رافض وجود ممثل لجماعة الإخوان المسلمين، لكننا برضو تمسكنا بوجوده، اتصلنا بيه وحاولنا نقنعه بالحضور لكنه رفض. علشان كده كرسي فاضي. احنا مجتمعين النهارده لوضع خارطة طريق للمستقبل في ضوء مطالب الشعب المصري. اسمحوا لي وانا طبعا بعتذر لكل القامات الدينية والسياسية والقانونية اللي موجودة إننا نبدأ بالشباب. عايزين نعرف منهم تصورهم للأمر. اتفضل يا أستاذ محمد. إحنا تصورنا واضح يا فندم. محمد مرسي سقطت شرعيته كرئيس، ويجب محاكمته على كل الجرائم اللي ارتكبها في حق الوطن وحق الناس طوال السنة اللي فاتت. الناس وقعت على استمارة التمرد ونزلت الشارع من 30/6 ولحد النهاردة ما عندهاش غير مطلب واحد واضح وصريح: رحيل محمد مرسي وجماعته من الحكم. ده يا فندم المطلب الأساسي والرئيسي لكل الناس في مصر دلوقتي، واحنا شايفين ان ملوش بديل. انا شايف انه لغاية دلوقتي الآراء كلها متفقة على طرح الانتخابات الرئاسية المبكرة، ورافضين طرح الاستفتاء على الرئيس. رأي حضرتك يا فضيلة الإمام الأكبر؟ مصر الآن بين أمرين أحلاهما مر، وأشد الأمرين مرارة هو ذلك الصدام. بعد أن استمعت إلى آراء السادة الحضور، أريد أن أقول أن قانون الشرع الإسلامي يقول أن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي، ولذلك فقد تكون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو الطرح المقبول لحقن دماء المصريين. كلمة لحضرتك يا قداسة البابا تودروس. يوم 18 يونيو اللي فات رحت أنا وفضيلة الشيخ الأزهر للقاء الدكتور مرسي عشان نطمن على البلد. لعلمنا بدعوات الناس بالتظاهر يوم 30 يونيو. اللقاء دار في حوارات كتيرة وموضوعات أخرى. لكن لما سألنا الرئيس مرسي إيه اللي هيحصل يوم 30/6؟ قال إيه اللي هيحصل يعني يوم 30 يونيو؟ عادي، يوم وهيعدي، وبعده واحد واثنين وتلاتة. فخرجت بانطباع إن الصورة خطأ من الأصل، وأن هناك مسافة
ما بين الرئيس وما بين ما يحدث في مصر. وبعد اللي حصل في الأيام اللي فاتت أصبح من الضروري استمرار الوضع لما هو عليه مستحيل. لو تسمح لي يا قداسة البابا، في حالة عزل الرئيس محمد مرسي من الممكن جدا إن يكون في عنف شديد ضد الكنائس والأديرة. لو ده حصل سعادتك يبقى هنصلي في البيوت. واسمح لي يا معالي الوزير أكرر اللي أنا قلته يوم الهجوم على الكاتدرائية بالعباسية، وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. كده بقى الخطوط العريضة لخريطة الطريق بقت واضحة. رئيس المحكمة الدستورية العليا هيكون رئيس مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع تعطيل العمل بالدستور وتكليف الرئيس لحكومة كفاءات وطنية لإدارة شؤون البلاد. بس أنا شايف إن البيان محتاج صياغة ومراجعة قانونية، وبعد كده هنراجعه مع بعض علشان لو محتاج إن احنا نصلح في حاجة، ساعتها بقى هيكون جاهز إن احنا نعلن لكل الشعب المصري. احنا متفقين؟ تمام يا فندم. القرار اللي هناخده دلوقتي ده أنا هدفع ثمنه أنا وأبنائي من الجيش من الشرطة. صحيح توكلنا على الله. تناولت الحلقة كمان كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع اللي أعلن فيها عن خريطة الطريق للبلاد خلال بيانه اللي ألقاه استجابة لمظاهرات الشعب المصري اللي استمرت من 30 يونيو والحد 3 يوليو 2013 ولم يستجيب لها محمد مرسي. في الحلقة 29 من مسلسل العائدون كشف والي داعش سياف لواحد من مواليه في مصر وأعوانه عن سر المهمة اللي بيخطط لها، وذكر إنه هيفجر محطة تسهيل الغاز علشان يحط مصر في موقف حرج دولياً. بس انت تفتكر في يوم مؤتمر الغاز هما هيفكروا في ايه؟ اكيد في تأمين المؤتمر طبعا. بالضبط، راح يركزوا على تأمين المؤتمر وعلى الوفود المشاركة في القاهرة. ما راح يتخيلوا بنوب ولا يتوقعوا اني راح اترك لهم القاهرة وروح نفذ عمليتي بمحطة تسجيل الغاز عندهم. في الحلقة 29 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم، فاتن عرفت إن والدها حي وموجود في مستشفى الأمراض العقلية، وراحت له المستشفى ولقيته قاعد مع شفيع وحاول إنه يستسمحها ببعده عنها طول 30 سنة، وقال لها بإنه كان بيحس بالموت كل يوم وهو بعيد عنها. كويس إنك أنت لسه عايش وما متش. أنا بموت كل يوم وأنت بعيد عني. ولا بعدك عني؟ الظروف ولا المرض ولا الموت؟ صدقيني يا بنتي، كل ده. كمان شهدت الحلقة 29 من مسلسل مكتوب عليا القبض على جلجل ووالده إحسان وبدوي وعلاء، لكن ظهرت براءتهم من جريمة القتل اللي حصلت جوه شقة جلجل القديمة، وبعدها اعترف جلجل بكل جرائم بدوي. في نفس الوقت كانت الشرطة قبضت على سلمى ورؤى بسبب شركتهم اللي حصلت كل واحدة فيهم على نصها من جلجل، خصوصاً إن نشاط الشركة مشبوه وفيه فساد كتير. وهنا بيحاول جلجل إثبات براءتها بعد ما راح للنيابة واعترف إنهم مالهمش أي علاقة بالشركة دي. أعمل إيه بس دلوقتي يا جماعة عشان أتحبس؟ أنا مش فاهم. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحبسك هي شحنة المعلبات اللي متزوج تاريخ صلاحيتها. ودي امضتك يا فندم على كل حاجه. على فكره يا فندم، انا اللي كتبت الشركه باسمهم علشان ما يحجزوش عليا، لكن في الاساس كل حاجه باسم انا وبدوي، هم ما لهمش اي ذنب والله. كمان كشفت الحلقه 29 من مسلسل في بيتنا رابط بان يوسف راح للتمرين في الجيم مع لذيذ واتصاب هناك، وكان موجود في الجيم وقتها سامح المنافس له مع الروبوت متين. لا لا مش قادر يا لذيذ. قلت لك الوزن تقيل. بس شلته واتصبت. مش عارف ايه الاصابه دي، وبعدين مسمعها في مكان غريب قوي في جسمي. كتفك؟ لا. رقبتك؟ لا برضو. ظهرك؟ هي
مسمعه تحت ظهري بشويه. بواسير يا عم؟ بواسير ايه؟ هتجيلي من ايه البواسير انت كمان؟ من الحزق. مفيش بواسير بتيجي من الحزق يا لذيذ. كده اكيد بواسير. نهار اسود. طب بقول لك ايه، هو الوجع بدأ من اول هنا كده ونزل لتحت، فانا عايزك ايه دايما وانت بتتمرن تشد ظهرك، لانك لو مشددش ظهرك هتحمل على القطنيه فكده ممكن تتصاب. بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير قوي بوصول الفنان إياد نصار على السجادة الحمراء لمهرجان المزاريطة السينمائي، وسألوا هجرس مجموعة من الأسئلة السريعة كأنه المطرب وائل جسار، لينفعل عليه وسابه ومشي. كمان سأل جوني الفنان فتحي عبد الوهاب عن الطفلة اللي شايلها واعتقد إنها بنته، وهنا فتحي بلغه إنها طفلة والدتها سابتها له عند مدخل المهرجان. اتفضل. بس أنا كده مش هعرف أعمل انترفيو وأنا شايل البنت. لا ما احنا هنشيلها في المونتاج، مش مشكلة. يلا بينا. مونتاج ايه؟ ثانية واحدة، مونتاج ايه اللي هتشيل البنت منه؟ انت فاكرني فرارجي ولا ايه؟ صحيح انت فاهم. طب بص خلاص، بص انا معايا تيم هنا جرافيكس هايل قوي، انا بس عايزك وانت ماسكها كده تقمص بس انك شايل تلاجة، انا اركب تلاجة مكانها. يلا بينا. تلاجة ايه؟ تلاجة. ماسك تلاجة وجاي ماسك تلاجة جاي مهرجان سينما وماسك تلاجة؟ انت بتقول اي كلام؟ لا. شهدت الحلقة 29 من مسلسل جزيرة غمام عودة الشيخ عرفات للقرية في الوقت اللي كان بينادي خلدون على درة ابنة الحاج عجمي، وقدر الشيخ عرفات إنه ينتصر على خلدون وأخذ بنت العجمي لبيتها، الأمر اللي تسبب في غيظ خلدون اللي ردت جملة عاود تاني ليه. بسم الله. أهلي بعمرين دليل يا رب يا رب. تعال يا درة، ربنا ستار الحبايب. بسم الله بسم الله ستار الحبايب بسم الله. رجعت عيني يا رب يا رب. رجعتاني يا زين المواصف. كيف رجعتاني يا زين المواصف؟